شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في اجتماع الدورة 49 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار، والذي بدأت عمله في مدينة نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية برعاية وحضور فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. حضره أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء ومعالي السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة. ويبحث أصحاب السمو والمعالي الوزراء خلال هذه الدورة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تشمل الشؤون السياسية بما فيها القضية الفلسطينية والنزاعات المتعلقة بالعالم الإسلامي والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة بما فيها مكافحة الإرهاب وإصلاح الأمم المتحدة والتنسيق بين الدول في الأمم المتحدة والإسلاموفوبيا وتشويه صورة الأديان ومجالات تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في الشؤون الاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة، والجهود التي تبذلها الدول الإسلامية لتكريس فكر الاعتدال والوسطية كضمان للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في الدول الإسلامية والعالم، بالإضافة إلى بحث الشؤون القانونية والتنظيمية.